اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. برحب بضيفتي العزيزه ايثار الكتاتني. اهلا يا ايثار. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. قبل ما اتكلم معاكي بس، باحث سياسي الاستاذ ممدوح امام بيقول لي: يا سيد خيري، ليس هناك اغلبيه برلمانيه للحريه والعداله لان البرلمان تم حله، والتوصيف الدقيق للوضع الحالي هو تخصيص المناصب لجماعه الاخوان المسلمين. ده اثناء كلامي عن المحافظين. هو فعلا ما فيش اغلبيه لحزب الحريه والعداله، لكن في رئيس ينتمي الى حزب الحريه والعداله والى جماعه الاخوان المسلمين، وكانوا الاغلبيه السابقه. رايك وجيه يا استاذ ممدوح. راح غانا بعد اسبوعين ان شاء الله. راح تعملي ايه؟ تفسح. لا ان شاء الله رايحه تبع مؤسسه بتختاروا قاده افريقيا ومن ضمنهم يعني. بس عامه قبل ما نبتدي الحوار، انا كنت بس حابه ان انا اقول ان انا كان عندي تحفظات كتير، ان انا قبل ما اجي مع حضرتك النهارده ورفضت اكتر ان حد كلمني ان انا اجي، لاني الصراحه ولا انا جايه عشان ادافع او ان انا ابرر. حاسه ان انا موقفي أنا ان انا لا، انا حبيت ان انا اقول من الاول بس. خلاص إن أنا... انت لانك اعلاميه لا لا خلاص. جايه من الاول ان انا ولا جايه ان انا ادافع او ان انا ابرر، ولا ان انا جايه عشان عايزه اسلط الضوء عليا او على انجازاتي او كده، عشان طبعا ده التهام يعني واجهني كتير في اليومين اللي فاتوا. انت الاعلام عمل لك توتر؟ عمل بصراحه. وفي نفس الوقت برضو مش جايه عشان انا حاسه ان في طبعا زي ما برضو اتقال كتير، في حاجات كتير جدا ممكن اناقش فيها، ده مش موضوع مش مستاهل اللي الاعلام ادهوله يعني، ولكن للاسف هو ده اللي حصل. فانا جيت صراحه في الاخر لان حسيت، انا اؤمن جدا بالشفافيه وكاعلاميه او يعني احاول ان انا اكون صحفيه، ان ما دام في الناس عايزه رد او عندها تساؤلات ان انا حقهم ان انا اديهم اللي هم عايزينه. ولكن طبعا في زي ما برضو اتقال كتير جدا موضوع مش مستاهل خالص، هو فعلا مش مستاهل خالص يعني. هو مش مستاهل، ولولا انك بنت مشرفة لمصر، وجه مشرف للبنات المصريات، وأنا متابع تجربتك وعارف أنت بتعملي إيه، واخدة الحياة بجد قوي، وسعيد أنت كان لك كتاب مهم في تجربتك في اليمن، وبتعملي كتاب عن الإسلام في الصين. فده دور لما يبقى حد كده، وبعدين تبقى الحدوتة كلها تكتب له مؤخر كام وتجوز مين، بتبقى مسألة شوية. اتحسبت عليا خلاص 5 مليون، صح؟ محدش فاهم النكتة بتاعتي وانا بهزر بقول لهم استنيه 5 مليون يعني. طلعت المؤخر جنيه مش كده؟ صح، مفروض انت مؤخر الجنيه. بص انا اقول لك حاجه، سريع، هو اللي اتكتب يعني المصادر القريبه من الاهالي اللي تصرح بكده، فانا ما كتبت، جيت كتبت مقاله رد في اليوم السابع فاتريقت، قلت انا رايحه اشرب الشاي بالياسمين بتاعي زي فيلم احمد مرجان في الحديقه الخمس فدادين مستنيه ال5 مليون. للاسف ناس كتير جدا فهمت ان انا فعلا بجد. ان انا فعلا بقول كده، ان فعلا في حد مهره 5 مليون او 4 او 3 او 2 او 1 يعني. ولكن طبعا تاني هي دي مساله شخصيه جدا، وانا تحفظي جدا طبعا ان ده انا شايفاه تدخل في حياتي الشخصيه يعني. ولكن مش هقول غير هنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: افضل نساء امتي اقلهن مهورا. فانا يعني مش هقول انا مهري قد ايه، ولكن هو مهر طبيعي، ويعني هي حاجه غريبه جدا ان انا اطلع التلفزيون اتكلم في موضوع زي ده يعني. طبعا. ولكن هو اللي انا اقوله ان انا كنت بخزر يعني، او كنت بتريق يعني، بسخريه، كنوع من السخريه يعني. هل اللي حصل اثر اي مشكله عائليه؟ انا قلت وعارف العلاقه ما بين الدكتور سعد الكتاتني والوالد كمال الكتاتني، وهي قرابه تنتمي الى الجد الرابع تقريبا، ولكن تجمع بينهم علاقه طيبه، وبنته على اثنك ايضا اسمها ايثار، وتقريبا قصه سيناريو، ممكن تكتبوا سيناريو. شايفه في دراما في الحياه يعني؟ طبعا هو فعلا هو كدراما ولا احد. تعتقد ليه اللغط ده كله؟ علشان عريسك الدكتور ابن اللي هو ممدوح شاهين. هو احنا عايشين في زمن دلوقتي احنا بنحب الاثاره جدا، بنحب المؤامرات جدا يعني. لو انا بقرا طبعا، بتصفح في جرنان، كنت بقرا امبارح يعني في الموجز: والاخوان والعسكر في شهر العسل، والمصريين بيدوروا على لقمه عيش ياكلوها. يعني هو للاسف هو ده الواقع بتاعنا، ان احنا بنحب جدا. وطبعا الشتايم الرهيبه اللي نازله او كلام فيه يعني، تخيل ان بعد كتب كتابي بساعتين ارجع اروح البيت عادي، خرجت اتعشينا مع اهلي وارجع بالليل تقرا بقى الكومنتات: يا رب يجعل ايامك كلها سوده، يا رب الطلاق، يا رب ما تشوفيش سعاده دنيا ولا اخره، بندعي عليكي كل يوم. علشان ايه؟ عشان هو المفهوم تاني ان دي مثلا حاجه صفقه ما بين الاخوان والعسكر. وحتى انا كان تساؤلي هنا المهم، ان حتى لو دكتور سعد، وطبعا شرف طبعا قرابتنا، لان للاسف برضو فهم عليا تويتات انا كتبتها لن تنفي القرابه على طول، طبعا ما انا رديت مثلا وقلت دكتور سعد نتشرف به ولكن وليس ابي وليس عمي، تنفي القرابه من دكتور سعد الكتتني ونعمل اثاره برضو، ان دي عشان انا بنت في اسم الكتتني، كتتني وشاهين، فده اخوان وعسكر. وكان دايما هنا تساؤلي: طب يعني فعلا لو انا كنت يكون عن الاخوان لو يعني فعلا هو انا كنت بنت دكتور سعد او فعلا كنت اخوان،
ايه الصفقة؟ يعني ايه الافادة اللي هترجع من ولا على ساعة ما المجلس عرفت ولا عريسك على كنت الاخوان؟ عارفة انه ابن الدكتور ممدوح شاهين اول ما اتعرفت عليه؟ كان المفروض اعيد ابن اللي النظر. هو ممدوح شاهين؟ لا خالص بالعكس، اللي هو ممدوح شاهين من الشخصيات لا المحترمة لا جدا. طبعا، انا بصراحة كنت عارفة في الموضوع في الاول، قلت ان ده هيكون، قلت هيتكتب عنه مقالة هزار حاجة كده، لكن لكن ما بصراحة تبقاش لا جد قوي يمكن كده. كنت اتخيل. ولو حتى هي من شهر لما نزل، برضو من شهر، وعودة دولة احمد عز، وده يعني الكلام اللي بيتكتب. هو اللي بيحزن في الموضوع مش ان الاعلام محاولش انه حتى يعرف ايه هي الحقائق، وانا على فكرة سهل جدا الوصول عليا، صفحة تويتر، صفحة على الفيسبوك، موقع خاص، صفحة على اليوتيوب، يعني اي حد كان حاول يوصل لي سهلة جدا. لكن الصحفي حتى ما يحاولش انه يدور ايه هي الحقيقة، هو بس في شوية خبر من شوية خبر، ونعمل منه قصة كبيرة، ونعمل منه اثارة، ونعمل منه هيجان. فهي دي اكتر حاجة تزعل. لان انا اقول لحضرتك حاجه تضحك، انا لما جيت، انا اتخرجت خريجه اداره اعمال من جامعه 2006، الجامعه الامريكيه. فلما اتخرجت قلت لاهلي انا مش عايز اشتغل في بيزنس، عايز اشتغل صحفيه، عايز اشتغل في الاعلام. كان رد فعل اهلي الصحافه لا، مش حلو عندنا الصحافه، مش حاجه محترمه كده، ما حدش عندنا في مصر. وجدتي انا مش هنسى اول ما كنت قعدت حكت لي، صحفيه يا بنتي مش هيجيلك عرسان، محدش عايز يتجوز صحفيه. ليه بس ماله فالموضوع يلف الصحفي؟ ويضحك ان للاسف هي دي انت لما دخلت بقى المفهوم. بتجربه خاصه، وانت طول الوقت انت كنت بتحللي وبترصدي وبتدخلي في مع محطات عالميه علشان تتكلمي عن الثوره المصريه، الفرق لما الموضوع مسك فهمت ان الاعلام مش كل ما يذكر فيه حقيقي، وان طبعا وانا اعرف كده من زمان، وطول حتى لما كنت بعلق على اي عن الاعلام المصري وقت الثوره او كده، سواء كان لسي ان ان او كان لاي موقع اعلامي، كان دفنت ليك عن ازاي ان احنا للاسف عندنا النظره بتفرق حتى من جورنان لجورنان، كل واحد عنده نظريه معينه وعايز يوصلها يعني. لكن انا في تاريخ المهن، يعني اللي بيضحك حتى في الموضوع دلوقتي، ان لما اقعد افكر في تاريخي المهني، طيب انا لما اتخرجت اشتغلت مع الدكتور عمرو خالد، اشتغلت مع استاذ معز مسعود، عندي قرابه الدكتور سعد الكتاتني، عملت مثلا حوار مع استاذ خيرت شاطر، لازم اخوان. طيب ماشي اوكي اخوان. سافرت مثلا مؤتمر مع اسماء محفوظ او اسراء عبد الفتاح او وائل عباس، دي ثورجيه، دي ليها دعوه. صوره مع مع دكتور محمد برادعي، مع وائل غنيم، لا دي ليها دعوه بعدين بالاجانب يصنفوكي. وليها دعوه بايه، ماسونيه. انا فاكره مره كتب كتير كده، اشتغلت مع سي ان ان، دي بتتكلم انجليزي برابنت، دي لازم ليها دعوه بالسياسات الخارجيه. بالأمريكان. فاجنداتي الحمد لله بقت كتيره جدا. ودلوقتي طبعا كتب كتابي على ابن اللي هو ممدوح شاهين، فاحتسب بقى يعني جيش او فلول، اتصدمت بقت من الإعلام؟ اخوان. هو بصراحه كنت متوقعه، لكن اتصدمت مش اكتر من اللي كتب، بس من فجأة ان بقى موضوع كبير جدا، وبقى موضوع يستاهل. طب هو يعني ايه الموضوع؟ هو واحد وواحدة كتب كتاب بس كده بس خلاص يعني، حضروا ناس حصل طباع صدفة علاقاته طيبة وعنده علاقات وبس كده كتير. خلاص يعني، توتة توتة خلصت الحدوتة. ولكن للأسف هو الموضوع كبير جدا يعني، وهي حاجة مؤسفة. كان ولكن كوكتيل غريب برضو باباك، اصل علاقاته جامدة قوي يعني، حزب وطني قديم، عسكر، اخوان، صوفية، وانا كنت عازمه اصحاب متصوفة. اجانب، كنت عازمه اصحاب اجانب جواسيس برضو، كان في وعندي جواسيس، اصحاب انت كتبت ثورجيين الجواسيس برضو. دي؟ ايوه عندي حاجات، عندي كتير والله. هي حاجه انا حاسه ان احنا هي في دي الوقت مصر. اللي احنا عايشين فيه في مصر، دي حاجه حلوه. حتى حد كان باعت لي، يعني اظن ده كان اكبر شمل للناس من تيارات مختلفه من ساعه الثوره يعني. فهي حاجه انا مش متضايقه منها خالص. وانا عمري ما حاولت ان انا موضوع التصنيف، ان الواحد يقول ان انا كذا او ان انا كذا، او ان انا احاول ادخل اللي انت قدامي في بتصنفي بوكس نفسك معين. امتى شخصيا؟ انا بصنف نفسي؟ لا انا مش بصنف نفسي، انا يعني مصممة ليا، نفسك تيار؟ انت زي باباكي، باباكي هواه تصوف متصوف، انت هواك انا فين؟ صحفيه ها؟ وحياديه، وخلي ارائي الشخصيه يعني دعوه، دي حاجه ليا يعني لا نفسي، تعلني اطلاقا لا انت اعلن ميلك ايه؟ اطلاقا انا ميلي ايه. ولكن انا احترم جدا كل الاراء وكل الحاجات، وحتى في من ساعه وانا صغيره، من اول 17 18 سنه، وانا بحب جدا ان انا اسافر اي برامج حوار، اي حاجه ليها دعوه ما بين الحضارات وما بين الثقافات وما بين الاديان وما بين حتى التفكيرات السياسيه او الايديولوجيه. انا حاسه احنا محتاجين كده، احنا عندنا بنحب جدا التربص والانتماء الى شيء معين. دي مش الانفتاح من ناحيه او مفهوم يعني، مش حاجه وحشه ان الواحد طبعا يحب انه يتناقش ويتكلم مع ناس من كل انواع، وذر الدينيه، جاي من بلد ايه، جاي من لونه ايه، شكله ايه، تفكيره ايه، مش حاجه وحشه ما دام الواحد هو عنده مبادئه وعنده تفكيره وهو مقتنع بيه. مش هيتؤثر، مش هيحصل لك اي حاجه لما تختلط باللي حواليك طيب يعني. قولي لنا بقى، كتابك عن الإسلام في الصين اكتشف ايه؟ يعني حطيتي ايدك على ايه؟ ايه ملامح الإسلام في الصين؟ لا هو انا بالنسبه لي كانت رحله الصين، كنت
دي قضية أنا بحب أو أنا مؤمنة بيها جدا، الإسلام والعالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، لأن ده شيء أنا تعاملت معاه كتير، إزاي إن احنا نقدر نكون مودرن وإن احنا نكون فعالين وجزء من المجتمع اللي احنا عايشين فيه، وفي نفس الوقت لا نقدر ننتمي ونبقى متمسكين بالإسلام بتاعنا. فأنا تجربة الصين اللي عجبني فيها إزاي هم عرفوا يبقى في اندماج ما بين الحضارة والثقافة الصينية وفي نفس الوقت الدين بتاعهم، لأن الحضارة الصينية والإسلام اكثر ما يبعدوا عن بعض، مفيش حتى تشابه، مش زي مثلا المسيحيه والاسلام. فازاي ان احنا ناخد حاجه مختلفه يبقوا فرحانين جدا وفخورين جدا ان انا تشاينيز، ان انا صيني وفي نفس الوقت مسلم. حسيت التجربه دي مهمه جدا، بالذات اللي هم عدد المسلمين اللي عايشين المسلمين في في الغرب الصين قد ايه كتير تقريبا؟ جدا، 20 مليون على فكره. 20 مليون في طبعا هي الصين ولا حاجه من من العدد اللي في المليار الصين، و400. ولكن بالذات للمسلمين اللي عايشين في الغرب. وانا بالنسبه لي عشان انا كتير جدا من كتاباتي بالانجليزي او بتعامل كتير مع الغرب، فحسيت دي حاجه مهمة جدا للمسلمين في الغرب، ازاي ان هم عايشين في مجتمع يتقال عليه ان هو بعيد جدا عن الدين، فازاي ان هم هل يعرفوا بيتعرضوا ياخدوا لأي اضطهاد الاولويه هناك؟ في الصين. اه في في طبعا، في طبعا في مناطق، في جدا، وفي في مناطق تانية الاسلام بقى له، رحت جامع هناك بقى له 1000 سنه، بقى له 1000 سنه، دخلنا جامع، الجامع ده بقى له 1000 سنه. طب ما تفكر بقى له 1000 سنه، يعني بقى له مده طويله يعني. فان شاء الله ان شاء الله ينزل الكتاب قريب هيصدر ايه بالانجليش برضو؟ بالانجلش برضه، بس ان شاء الله يترجم الكتاب التاني، يترجم برضه ان شاء الله. الترجم إن شاء الله. بالتوفيق، وهنسمعك لما ترجعي من غانا وتقولي لنا ناقشتوا ايه في قادة افريقيا، إن شاء بما الله. انك هتكوني بتمثلي مصر. إن شاء الله. شيء يشرفنا. ما تشغليش بالك، ارمي ورا ظهرك زي ما انت أيوه، ماشيه، أرمي ورا ده. ومزيد من التوفيق ان ربنا شاء الله. يخليك. ربنا شاكرة يخليك. أوي بشكرك لحضرتك. يا اطار على وقتك. شاكرة جدا على ضيافة ربنا حضرتك. يخليك. بشكرك ربنا. جدا. شكرا. هنطلع فاصل، بعد الفاصل هستقبل ضيفي العزيز السياسي الكبير منير فخري عبد النور، الذي يساهم الآن في صناعة تحالف الأمة المصرية، قوة جديدة أعتقد أنها ستلعب دورا حاسما. عايزين نعرف هو بيت منير فخري عبد النور بقى بيت الأمة في القرن الجديد. نلتقي بعد الفاصل.